نتايا الغايب نتاع هاد الضحية هذه، احكي لنا على كيفاش وقعت لها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ساكنة دوار مغيزرات، سجاع قبيلة مغيزرات، سجاع العيون. هاد السيدة اختطفت يوم الخميس مساء، وبعد البحث من رجال الدرك المراكي توصلوا بأن لقاو توصلوا للمعالم تاع الجريمة، الجريمة اللي تمثل في الشنعاء، ونحن نستنكر هذه الجريمة. اللي أنا بصفتي عندي 30 سنة عمري ما سمعت على هذا بحال الجريمة اللي تمثل في اغتصاب جماعي وتشويه جثث الضحية، اختطاف في اختطاف اختطاف وتشويه جثث الضحية ورميوها بمدينة وجدة. انتوما باش احنا كطالبوا؟ نندد بهذا العمل الاجرامي، وكنطالبوا المسؤولين ورجال الدرك الملكي باش يكثفوا الجهود نتاعهم باش يلقاو القبض على هذا المجرمين ويمتعوهم باقصى العقوبه، ونطالبوا الملك محمد السادس باش يكثفوا الجهود نتاعهم باش هذا الجرائم ما تكررش.